تكون هذه الحالات معطية لكم كذلك كل يوم اليقظة. كيف تتبعتم؟ كان لقاء جد مثمر مع اللجنة العلمية، أظن أنه الأول من النوع ديالو اللي حاولنا من خلاله نتجاوبوا مع تساؤلات الرأي العام. تساؤلاتكم تنتوما باش نوروا من خلالكم الرأي العام على بعض الأمور اللي كتتعلق مدى جدوى اللقاح، ما معنى المناعة الجماعية، فين غدا الحالة الوبائية ديال المغرب واللي اليوم الحمد لله كيتميز بحالة وبائية متحكم فيها المغرب في منطقة خضراء، يعني ولكن كيبقى ماشي هو في معزلين على دول العالم، تبقى مرهون بالحالة الوبائية على المستوى الدولي وحنا كنعيشوا في إطار ديال الجائحة، لهذا كيبقى ولا بدا نبقيو على اليقظة والحذر، لأن من خلال ما نراه على المستوى الدولي أن كيعيشوا ظروف اليوم جد صعيبة من ناحية الحالة الوبائية، وحنا ليس في منأى منها، لهذا خصنا نسرعوا من الجرعة الثالثة باش نحميوا الناس اللي عندهم الهشاشة، وكذلك نبقاو على التدرج باش ما توقعش انتكاسة، ونحميو نفوسنا ونحميو المنظومة الصحية ديالنا، وشكرا.